السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال ومشاهدي برنامج مستشارك القانوني. اتعودنا في جميع حلقاتنا اللي احنا بنتكلم عن أهم القضايا التي تهم مجتمعنا المصري وتهم الرجل والمرأة وتهم الأطفال اللي بين الرجل والمرأة في العلاقة الزوجية التي تكون بين الرجل والمرأة. النهاردة أعزائي المشاهدين معنا موضوع مهم جدا هنتناقش فيه، وهو كيف تحصل الزوجة في حالة الخلاف مع الزوج على النفقة. طب الزوجة في حالة خلافها مع الزوج ليها نفقة، ونوع النفقة اللي بتاخدها ايه؟ طب لو الزوجة انفصلت عن الزوج وحصل انفصال بينهم، هل ليها حقوق؟ طيب الزوج هل ليه حقوق هو كمان؟ كل ده هنعرفه من خلال ضيفي أستاذ ياسر جمال أمين، المحامي بالنقد والدستورية والإدارية العليا. أهلا بيك يا أستاذ ياسر. أهلا وسهلا بيك. كل سنة وحضرتك طيب. طيب طيب صح وسلامة يا فندم. أستاذ ياسر، الحياة الزوجية مليئة بالمشاكل، ولكن في بعض الأحوال بيصل قطار الحياة الزوجية إلى محطة النهاية. بيحاول كل طرف من الطرفين انه يبقي على هذه العلاقة، ولكن بيصل الى طريق مسدود في بعض الاحيان، وبيصل ان يتفرق الزوجين، الزوج والزوجة، كل منهم عن الاخر. هناك بعض التعنت ساعات بيكون من الزوج، وساعات الزوج بيحاول ان هو ياخد قرارات سريعة في ان هو يطلق الزوجة غيابي، ولكن بينشأ عن هذا الطلاق بعض الحقوق وبينشأ عنه بعض الضرر. من الحاجات اللي هي بتخلي الزوج والزوجة بينفصلوا عدم التفاهم بينهم، وبيرجع الزوج بيقول أنا تسرعت في الطلاق، الزوجة بتقول أنا خلاص دلوقتي مش قادرة على العيشة، فابتديت اللي أنا لأ هاخد طريق تاني وهو الخلع. إذن عندنا النهاردة بنتكلم عن حاجتين، الطلاق والخلع، وما يترتب على الطلاق وما يترتب على الخلع من حقوق للزوجة وللزوج. هنبدأ مبدئيا ونقول ما هي. كل مرة الناس بتتكلم عن حقوق الزوجة، الزوجة ليها حقوق، الزوجة ليها حقوق. طب هو الزوج ملوش حقوق؟ ليه طبعا يا فندم. طب أولا هتقول لي حقوق الزوج إيه؟ عشان برضه نبقى أنصفنا الرجال، ما نجيش كلنا مع الستات ونسيب الرجال، نقول حقوق الزوج إيه؟ اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لحقوق الزوج في حالة وفي خلاف أو حاصل بين الطرفين، الزوج من حقه ان هو يوجه ليها انذار طاعه للحضور لمسكن الطاعه، وفي الحاله دي لازم الزوجه تعترض على هذا الانذار بدعوى امام محكمه الاسره خلال 30 يوم، والا يحق للزوج ان هو يقيم دعوى نشوز وتسقط النفقه الزوجيه الخاصه بها. بالاضافه لكده الزوج برضه ليه اللي هو حق الرؤيه بالنسبه للصغار، ان هو لو في الزوجه اصطحبت الاولاد لمسكن والدها وهو ما تمكنش ان هو يشوف اولاده، فهو من حقه يقيم دعوه رؤيه بحيث يقدر يشوفهم مره اسبوعيا، وده بحد ادنى بيبقى 3 ساعات. طيب حضرتك وضحت هنا حقوق الزوج. نعم. في حاجتين. نعم. الرؤيه. نعم. للاولاد، وحق الزوج ان هو بيوجه بانذار طاعه. زي زمان كنا بنسمع يقول الزوج دعا زوجته لبيت الطاعة. نعم. كلمة دارجة وكنا بنسمعها وإحنا صغيرين. نعم. بيت الطاعة موجود لغاية دلوقتي. موجود يا فندم. لازم يتوفر فيه إيه عشان الزوج يبعت الزوجة، يعني يبعت لها الإنذار. نعم. على بيت الطاعة. هل بيت الطاعة ده هو بيت الزوجية اللي بينهم، ولا ممكن يكون بيت آخر؟ ممكن يكون مسكن آخر، ولازم يستلزم إن هو يكون في مكان آمن وبيه كافة المنقلات الكافية للمعيشة. يعني ما يكونش في مكان مهجور او ما فيهوش منافع. كنا بنشوف يا فندم في الافلام في بيت الطاعه يجيبها يحطها في بيت قديم وقله نعم. وحاجات كده بدائيه ويقول هو ده بيت الطاعه. المحكمه في دعوى الاعتراض على انذار طاعه بتنتدب خبير لمعاينه مسكن الطاعه عشان يشوف هل هو كافي لكافه الاحتياجات للزوجة ولا غير كافي، وبيعمل تقرير بكده وبيوضع بملف الدعوة. النهاردة لو الزوجة عايشة في مستوى معين والزوج دعاها للطاعة، رفع انذار طاعة وقال لها هو ده البيت اللي موجود، وهي عايشة مثلا سي في مصر الجديدة في مدينة معينة مثلا،
هل يجوز ان هي تروح من المكان دوت لبيت الطاعه الاقل منه؟ المحكمه بتنظر للموضوع ده بعين الاعتبار، بتشوف المستوى الاجتماعي والعلمي الخاص بالزوجه، هل المكان ده مناسب ولا انذار الطاعه ده كان كيدي مثلا. بالظبط كده فعلا. طيب ده بالنسبه للحق من حقوق الزوج. اذا حقوق الزوج يعني داخلة تنحصر كلها في ان هو بيعمل انذار حق الطاعه والرؤيه بالنسبه للصغار طبعا. ده بيبقى مدته 30 يوم زي ما حضرتك بتقول، تعترض عليه خلال 30 يوم من تاريخ اعلانها، من تاريخ اعلانها امام محكمه الاسره. طب لو الزوجه ما اعترضتش، يحق للزوج ان هو يقيم دعوه نشوز امام محكمه الاسره ويجيب ما يفيد ان الزوجه لم تعترض على انذار الطاعه خلال المده القانونيه. هل ممكن الزوج في الإعلان، هو بتعلن الزوجة، هل ممكن الزوج يعني زي ما نقول كده يعني يلعب في تلاعب في الإعلان ليها إن هي وهي بتقول إن أنا ما جاليش إعلان وما استلمتش حاجة، وإن هو كده ممكن بيسقط نفقتها بعد كده؟ نعم، ليها إن هي تاخد تصريح من المحكمة لإثبات إن الإخطار ما وصلش ليها، وبالتالي ولا هي لم تستلم علمها. نعم، بالإنذار الطاعة. تمام، ده كله في حق الزوج. نعم. والحق الثاني هو الرؤية اللي حضرتك بتوضحه بالنسبة للصغار. للصغار من حق الزوج ان هو يشوف اولاده. نعم. وما تمنعهمش عنهم الزوجة. نعم. بنشوف خلافات كتيرة جدا بين الزوج والزوجة بتمنع الاولاد، مجرد ما هو يحصل خلاف بينهم. نعم. بتمنع الاولاد عن الزوج، ويبتدي بقى هنا المشاكل، هو يعمل حاجات كيدية ليها وهي تبتدي ترجأ لمحامين. نعم. ويبتدي المشاكل تكبر او بين الاثنين، واللي بيتضر في الموضوع دوت الاولاد طبعا. طيب احنا اتكلمنا عن حق الزوج دلوقتي، ولكن بنروح بقى لحقوق الزوجه. أيوة. واذا كان الزوج ليه حق طبعًا، فالزوجه لها حقوق. حقوق طبعا يا فندم. طيب هناخد اول اتصال لينا ونرجع لحقوق الزوجه. استاذ جرجس. ايوه يا فندم، اهلا وسهلا يا فندم. دلوقتي على في موضوع كنت عايز استشير فيه المستشار القانوني. اتفضل يا فندم. تفضل. هو موضوع عن بتاع هو الخلع والكلام ده، ممكن تسال عليه؟ اساله سؤال واحد بس. اتفضل. دلوقتي انا خرجت المعاش شهر 9 اللي فات. شهر 9 اللي فات. وقضيت 42 سنه. تمام. سددت في الشركه 42 سنه. تمام. التامينات حاسبوني على 36 سنه بس. طيب فين بقيت هي بقيت الست سنين المده حضرتك ديت الست سنين دول؟ لحد انا اخر وقت وانا طالع معاش وانا 42 سنه وانا 42 سنه بدفع التأمينات لحد ما انا طلعت معاش. تمام. ثاني حاجه، اتفضل. قانون الخدمه اللي هي قانون الخدمه المدنيه المكافاه ما خدناهاش، قلنا في 2015 اتمنعت بخلول منعها ازاي؟ طب انا مش سامع حضرتك كويس بس. المكافأة بتاعتنا حاضر. طيب حاول بس حضرتك تتصل بينا تاني وتقف في مكان فيه شبكة بس عشان نعرف ناخد السؤال كويس. شكرا لاتصالك يا استاذ جركس. هو بس ممكن الحاجه اللي احنا سمعناها بس نقول عليها المده اللي هي الست سنين. يعني برضه من حسب اللائحه الداخليه للشركه اللي هو كان بيعمل بيها. نعم. تمام. هروح لحضرتك لحقوق الزوجه بقى، واتكلمنا عليها وقلنا ان حقوق الزوجه كتير جدا طبعا يا فندم، منها نفقه متعه، بنسمع نفقه عده، منها اجر حضانه، اجر مسكن. يعني الزوجه بتجمع بين نفقه، بتجمع بين اجر، وبتجمع بين الاثنين. نعم. طب هل يجوز ليها الجمع بين النفقه والحضانه؟ هل يجوز بيها؟ يعني عايزين نفرق الاول، هناخد دول اول حاجه هنتكلم فيها حقوق الزوجه عند الطلاق الغيابي. تمام. النهارده الزوج راح طلقها. تمام. دون علمها. تمام. ما هي الحقوق المترتبه على هذا الطلاق في الحاله دي اللي هو الطلاق الغيابي اللي هو بدون رضا الزوجه؟ في الحالة دي هي بيبقى ليها مؤخر الصداق الثابت بوثيقة الزواج، ونفقة العدة، ونفقة المتعة. طب ليها ثلاث حاجات. نعم. مؤخر. نعم. نفقة العدة. ثابت بوثيقة الزواج. نعم. و
والمتعة. طيب هتكمل لي بعد ما ناخد محمد من البحيرة. ماشي فنان. استاذ محمد اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اكلم الاستاذ لو سمحت. اتفضل يا فندم معاك. والله انا عندي اخت انا متجوز سن صغير يعني ما كانش كاتب كتابه. متجوز ما كانش كاتب كتابه؟ اه العرف يعني. اه يعني كان تحت السن وهو كاتب كتابه. اه اقل من 18 سنة. وهي كانت تحت السن برضه يعني انتوا سننتوهم. اه اه الله. اه فعندها مخلف بنت هو طبعا لها 5 سنين ومش عايزين يديها له يعني. هل ده بالقانون ياخدها ولا ايه؟ حاضر هنجاوبك. حاضر استاذ محمد شكرا لحضرتك وشكرا لاتصالك. تابعنا وان شاء الله هنجاوبك باذن الله. استاذ محمد احنا هناخد كل الاسئله في الاخر هنجمعها ونديها وقت معين الاجابه عليها. هو تحت السن والزوجه تحت السن وحصل مشاكل وهم خدوا البنت معاهم يعني اهل الزوج. اهل الزوجه. اهل الزوجه طبعا. ماشي. طيب هنرجع للحقوق بتاعه الزوجه وهنتكلم عن اول حاجه حقوق الزوجه التي طلقت غيابي. تمام اتفضل. ليها الوقت المؤخر الثابت بوثيقه الزواج. تمام. فضلا عن المتعه نفقه المتعه ونفقه العده. نفقه العده بتبقى 3 شهور. شهور. ونفقه المتعه بتبقى بحد ادنى 24 شهر. يعني سنتين. نعم. بحد ادنى. ملهاش حد اقصى. ملهاش حد. نعم فندم. دي الحقوق اللي هي بتبقى للزوجه فورا على طول بتبتدي بعد الطلاق. نعم يا فندم. تحاول اللي هي بتسعى ليها عن طريق محكمه الاسره بتقدم طلب وبتبتدي تروح ان هي تاخد الحاجات. نعم. الحقوق دي يا فندم. نعم. طب النهارده الزوج تعنت في ان هو يقوم بالوفاء بهذه الالتزامات. نعم. من نفقة عدة أو نفقة متعة أو نفقة زوجية أو نفقة زوجية لو العلاقة أو نفقة صغار. صغار احنا هنتكلم. نعم. لو الزوجة دلوقتي طلقت غيابي. نعم. وليها الحقوق ديت ومش عارفة تاخدها تعمل ايه لو جمع مجموع شهور للنفقة. نعم. ومش عارفة تاخد دي لان كتير جدا من النساء بيتجمد ليها بنسميه متجمد النفقة. نعم. ولكن مش عارفة تصرفه ازاي ومش عارفة تجيبه ازاي. طبعا. فنقول لها ايه ونديها الطريق الصحيح ازاي ان هي تمشي في الطريق الصحيح ان هي تاخد متجمد النفقة. تمام يا فندم. اتفضل يا فندم. في اكتر من طريقة لانها تحصل على المتجمد النفقة بتاعتها. في انها تقيم دعوة حبس متجمد نفقة امام محكمة الاسرة. وفي ان هي ممكن تحجز على امواله او منقولات خاصة بيه. يعني ممكن تقدم ملف للتنفيذ إدارة التنفيذ محكمة الأسرة بموجب الأحكام اللي معاها الأحكام النهائية والصيغة التنفيذية وإن هي تحجز على أمواله أو المنقولات الخاصة بالمسكن اللي هو قاعد فيه. دمين. وإن كان ليه أموال في بنك تعمل حجز مال المدين لدى الغير. بس لو عارفة فعلا الحساب البنكي بتاعه في أي بنك بالضبط تعمل حجز مال المدين لدى الغير. ده بموجب الاحكام اللي معاها بتبتدي تنفذ بقى من خلال المحامي اللي بيكون معاها بيبتدي يرشدها ان هي تروح فين وتشتغل بموجب ازاي. بموجب دعوه حبس متجمد نفقه او بموجب حجز على امواله. طيب هسالك سؤال مهم جدا الأمر. لما اتكلمنا عن الحبس بس هناخد الاتصال ده ونرجع لحضرتك تاني. استاذ مصطفى من سوهاج اتفضل. استاذ مصطفى. طيب يعني ما يرجع لينا استاذ مصطفى. احنا اتكلمنا في حتة مهمة جدا لحضرتك بتقول موجب دعوة الحبس. ايوه فن. اذا الزوج ممكن يتحبس. نعم يا فن. هذا الحبس يختلف عن الحبس في القانون الجنائي. نعم. وما الفرق بينه وبين الحبس في القانون الجنائي؟ تمام يا فن. في دعوة الحبس محكمة الاسرة ليها ان هي تحكم بحبس الزوج اللي هو المدعي عليه لمدة 30 يوم شهر. هي دي سلطات المحكمة. بغض النظر عن قيمة المتجمد سواء كان قليل 1000 جنيه 100000 جنيه أو 100000 أيا كان. هي سلطات المحكمة. اللي بيختلف ودي إشكالية إحنا يعني بنطلب إن المشرع يقوم بعمل تعديلات في الموضوع ده لأن الحكم في دعوى الحبس بالنسبة لمحكمة الأسرة يختلف عن الأحكام الجنائية. إن هو مش بيتأيد في تنفيذ الأحكام يعني لا يعتبر سبق. نعم. نعم. تمام. ولذلك بيبقى فيه صعوبة في تنفيذه. لكن لو بيقيد في إدارة تنفيذ الأحكام وياخد رقم حصر حبس هيبقى زي الحكم الجنائي بالضبط.
وارد ان هو لو توقف في لجنه وهذا الحكم عليه ممكن تاخده اي لجنه وتوقفه وتنفذ عليه الحكم الضغط وبالتالي مش هيمتنع عن سداد النفع عشان ما يتعرضش للموقف ده. طب حضرتك هنا في مهمه يعني موضوع اشرت اليه ان هو لو المحكوم عليه بشهر حبس وتوقف في لجنه مش هيبان ان هو عليه احكام جنائيه مش هيبان عليه حكم نفقه لا. ومن هنا بيكون ليه ذريعه ان هو يتهرب من سداد النفقه اللي عليه. ولو هو محل اقامته مثلا غيره هتبقى دي مشكله بالنسبه لها هيصعب عليها انها تنفذ الحكم بتاع دعوى الحبس ده. ولذلك احنا بنطلب ان هو الحكم ده يعامل معامله الاحكام الجنائيه بحيث يقيد في تنفيذ الاحكام. دي نقطة مهمة جدا حضرتك أشرت إليها وكان لازم برضو نوضح على أساس أن المشرع المصري ياخد باله من الموضوع ده ويعمل حد أدنى وأقصى للعقوبة يعني ما تبقاش هي بس شهر ما في حد ممكن يكون ليه متجمد نفقة كبير فلازم العقوبة تبقى تناسب المبلغ بالضبط يا فندم. تمام. طب ده حضرتك عن متجمد النفقة. نعم. طب النهاردة لما بنشوف الزوجة ليها متجمد نفقة مبلغ من المال ومعها أولاد هل ترفع دعوة أجر حضانة ليها وهي مطلقة ليها أجر حضانة للأولاد في حضانتها؟ نعم. بتعمل إيه عشان تخلي الأولاد دي في حضانتنا هتصرف عليهم منين؟ يعني النهاردة خلينا نتكلم بالعامية شوية الزوجة ما معهاش إن هي تصرف على الأولاد دول والأولاد في حضانتها إيه اللي ممكن تعمله على أساس تكفل هذه الأولاد؟ هي لو أقامت دعوى نفقة ضد طلاقها أو ضد زوجها وتحصلت على هذا الحكم وأصبح حكم نهائي بتقدم طلب لبنك مصر وبتقدم الأوراق المطلوبة منها بس بنك مصر بيدي نفقة بحد أقصى 500 جنيه وده برضو احنا بنطلب تعديل اللوائح طبقا للوقت اللي احنا فيه لان في نفقات بتبقى أكبر من كده بكتير والمبلغ ده طبعا لا يتناسب مع العصر اللي احنا فيه. ايوه. فغير الإرهاق اللي بتعانيه الزوجة في إن هي تكمل الأوراق تستكمل الأوراق المطلوبة لبنك مصر من ضمنها إن بيطلبوا برنت تأمينات ليها وللزوج وللطفل لو في نفقة صغار بيطلبوا تحري عن طريق شيخ الحارة لو في الاسم أو شيخ الناحية لو مركز عن الزوج سواء سكنه أو دخله بيبقى مطلوب منها تعمل توكيل للبنك عشان يحصل النفقة من الزوج يعني هي عشان تقدر تصرف النفقة من بنك ناصر بتتعامل مع 4 أو 5 جهات عشان تقدر تستوفي الأوراق المطلوبة جدا غير كده البنك ناصر مش بيصرف بأثر رجعي من تاريخ تقديم الطلب بالظبط يا فندم. تمام. طب هناخد رمضان من الجيزة ونرجع لحضرتك. استاذ رمضان من الجيزة اتفضل. استاذ رمضان من الجيزة اتفضل يا فندم. والله انا عندي احوال شخصيه حكم شخصيه بنتي وما اتنفذتش. طب علي صوتك بس شويه طريق انا على الطريق في الشارع بقى. طب اتفضل يا فندم. بقول لحضرتك عندي حكم احوال شخصيه حكم بايه؟ بنتي. حكم بايه يا فندم؟ تبديل منقولات حكم نفقة برضه ما تحسبش الكلام ده عندي بتاع سنة ونص. مش عارف اتحصل على اي حاجة فيهم ولا تنفذ حكم. مش عارف تنفذ يعني؟ ما فيش تنفيذ من السلطة اللي هي. طب انت مش عارف تنفذ على الزوج؟ تنفذ انا مش عارف انفذ السلطة اللي هي بتنفذ بتاع المركز ما بتنفذش. حاضر استاذ رمضان هنجاوبك. حاضر. طب هنا في نقطة برضو بالنسبة للسؤال اللي بيقوله أستاذ رمضان هي قائمة المنقولات والنفقة. طب هل في مدة معينة بتسقط فيها النفقة؟ يعني النهاردة أنا معي حكم وما نفذتش قعدت سنة أو سنة ونص هل بيسقط بالتقادم النفقة؟ الدين النفقة لا يسقط إلا بالإبراء أو الأداء. بالإبراء أو الأداء. أيوة. تمام. يبقى احنا حددنا كده انه التقادم بيبعد عن الموضوع ده خالص وما فيش تقادم في الموضوع ده. النفقه لا يسقط الا بالاداء او الإبراء. تمام. بس تمام. في نقطه بس بالنسبه للزوجه لو لسه بتقيم الدعوه لا يحق لها اقامه دعوه نفقه عن مده تزيد عن سنه سابقه
قبل تاريخ رفع الدعوة. قبل تاريخ؟ قبل تاريخ رفع الدعوة. الدعوة لو بتطالب بنفقة عن فترة سابقة السنة اللي قبل رفع الدعوة فقط، أكتر من كده لا. بتاخد سنة واحدة بس قبل الدعوة. بالضبط يا فندم. طب هنا عايزين نقول لحضرتك، طالما بنتكلم عن النفقة وإن هي تقدر تاخد النفقة بتاعتها، متى يسقط حق الزوجة في النفقة؟ في حالة الطلاق النفقة الزوجية بالنسبة للزوجة أولا وهي لسه العلاقة الزوجية قائمة، قائمة لها نفقة بأنواعها الثلاثة، عدة ومتعة، لا مسكن، وهي زوجة. وهي زوجة مسكن وملبس وأجر مسكن، وأجر مسكن. في حالة الطلاق خلاص ما تاخدش بقى النفقة دي، وأجر المسكن بيتحول بيبقى من مخصصات نفقة الصغار لو في صغار. أجر المسكن بيتحول لنفقة الصغار بعد الطلاق، لكن بعد طالما العلاقة الزوجية قائمة أجر المسكن بيبقى من مخصصات نفقة الزوجة. أجر المسكن، أجر المسكن طالما العلاقة الزوجية قائمة. طيب النهاردة لو الزوجة مثلا يعني حصل موقف بينها وبين الزوج، والزوج رفع من حقوقه اللي هو رفع الدعوة اللي هي ناشز أصبحت نازل وفي بيت الطاعة، هل ده بيكون سبب من أسباب اللي بتسقط منها النفقة للزوجة؟ طبعا ده في حالة ان هو عمل انذار طاعة وهي لم تعترض عليه خلال 30 يوم، او اعترضت والمحكمة رفضت هذا الاعتراض واصبح حكم نهائي، يرفع دعوة نشوز وبالتالي تسقط النفقة بتاعتها، نفقة الزوجية. يبقى هنا في هذه الحالة، في حالة ان هي ما اعترضتش على انذار الطاعة او اعترضت بعد الميعاد او اعترضت بتسقط اثناء الميعاد بس لم يقبل هذا الاعتراض، ما كانش بناء على اسباب جدية ورفض هذا الاعتراض، يرفع دعوى نشوزه، في الحالة دي تسقط النفقة الزوجية الخاصة بها. طب النهاردة في واحد احنا بنقول نماذج بتحصل في مجتمعنا النهاردة، كتب كتابه على زوجة ولم يدخل بها النهاردة، يعني كتب الكتاب وما حصلش دخول بين الاثنين وما حصلش في ان هم راحوا مسكن زوجية، هل في هذه الحالة الزوجة لها نفقة اللي مكتوب كتابها ديت؟ ممكن تاخد من الزوج نفقة وهي مش بإيدها ان هي تعثر في الزواج، هل ليها نفقة؟ ما في النفقة تستحق في حالة الاحتباس، انها خلاص بقت مع زوجها، فده ما تمش فعليا يعني. يعني ملهاش في طالما لسه ما حصلش. نعم. ماشي. طيب لما بنرجع بقى نشوف الطلاق والخلع، وقلنا في الأول ما يترتب على الطلاق من حقوق وما يترتب على الخلع من حقوق، احنا اتكلمنا عن الطلاق واتكلمنا عن النفقة اللي ممكن الزوجة بتاخدها، نفقة متجمدة، نفقة متعة، نفقة عدة، أجر مسكن، أجر حضانة، كل ده من حق الزوجة ان هي تاخده من الزوج. نعم. الزوج تعنت ومش عايز يطلق بالطلاق. نعم. تعنت خلاص. نعم. أنا وهو أحد أسباب أنه مش عايز يعمل الطلاق خوفا مما يترتب عليه الطلاق من كل الحاجات اللي احنا سردناها دلوقتي، من نفقة متعة ونفقة عدة وأجر مسكن وأجر حضانة. فبيبتدي الزوج يتعنت، يقول خلاص أنا مش هطلق، يتهرب من الزوج، ما يواجههاش، تكلمه في موضوع الطلاق يبعد، أو يحاول أنه هو ينفصل عنها بحيث أنه هو مش عاوز يعمل هذا الموضوع. طب الزوجة هنا في الوقت دوت تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تتصرف ازاي بقى؟ يعني هي وقفت وهي خلاص مش قادرة تكمل، ايه المشروعية اللي ليها وايه الحلول اللي ليها اللي ممكن تعملها على اساس ان هي يبقى ليها برضو بعض الحقوق وان هي قدرت في الناحية التانية اللي هي مش قادرة تكمل مع هذا الزوج؟ في حالة لو هي يعني هتتنازل عن حقوقها بتقيم دعوة خلع، لو هي متمسكة بحقوقها تقيم دعوة طلاق للضرر. وهنا لازم نوجه او نبين الاوجه الخلاف ما بين الخلع والطلاق للضرر. الخلع هي بترد مقدم الصداق الثابت وثيقه الزواج، وبتتنازل عن حقوقها الماليه المؤخر ونفقه العده ونفقه المتعه. ولكن في ميزه في الخلع ان هو لا يستأنف، يعني التقاضي على درجه واحده بس، على عكس الطلاق للضرر. والطلاق للضرر هي بتتمسك لانه هو بيبقى طلاق بائن بموجب حكم قضائي، بتتمسك بكافه حقوقها بس بيقع عليها عبء اثبات هذا الضرر. يعني الطلاق حضرتك بيبقى ليه
درجه من درجات التقاضي الثانيه الاستئناف، في استئناف فيه على عكس الخلع. اما الخلع فهو حكم بات درجه واحده بس، يعني لا يجوز الطعن عليه، غير قابل للاستئناف، غير قابل للطعن عليه او الاستئناف. طب اذا الخلع برضو بينشأ عنه بعض الحقوق. النهارده الزوجه تم خلع من الزوج، خدت الاولاد معاها، في هذه الحاله يجوز لها اجر حضانه لهؤلاء الاولاد ولا بتسقط عنها الحضانه؟ بتسقط اجر الحضانه، مش الحضانه نفسها. اجر الاجر الحضانه ده من مستحقاتها هي، حاجه خاصه مقابل رعايتها لاطفالها. فالمختلعه طالما هي تنازلت عن حقوقها الماليه اللي هي المؤخر ونفقه العده والمتعه، برضو ما بتاخدش اجر الحضانه، ولكن نفقه الصغار ما فيش اي مساس بيها نهائي. طيب حضرتك لما بيجي في بعض الاوقات بيجي بعض المشاكل اللي بنشوفها في حياتنا، الزوج والزوجه خلاص وصلوا لمرحله الانفصال وهيتطلقوا، يقول لها خلاص هطلقك بس اكتبي لي ورقه بالتنازل عن الاولاد، تتنازلي لي عن الاولاد. الزوجه في هذه الساعه، في ساعه الغضب وساعه اللي هي مش قادره تكمل واستفزاز الزوج ليها، بتكتب الورقه وتقول تنازلت عن حضانه الاولاد. هل هذه الورقه يعتد بها في التنازل عن حق الحضانه للزوجه؟ طبعا ده تنازل غير قانوني وغير صحيح، ويجوز الرجوع ليها عن هذا الاتفاق او هذا العقد في اي وقت، لان حق الحضانه لا يجوز التنازل عنه نهائي، لان دي حقوق خاصه بالصغار، فلا مش من حقها ان هي تتنازل عن حاجه بالنيابه عن الاولاد. صح، يعني هنا مش من حقك يا زوجه انك تتنازلي عن اولادك، وتقدر ترجع في هذا الاتفاق حتى لو كانت كاتبه ورقه والزوج اعتد بهذه الورقه وقال هي معايا تنازل منها ان هي تنازلت عن الاولاد، تقدر ترجع فيه في اي لحظه، لانه اصلا غير قانوني، غير قانوني التنازل عن حق الحضانه. نعم نعم تمام، او كده. التنازل عن نفقه الاولاد برضه مش من حقها، مش من حقها، مش من حقها تتنازل، لان ده حق مقرر للصغار. تمام، فلا يجوز التنازل عن حق خاص بالاطفال. تمام، طب بنروح لحاجه اشكاليه مهمه جدا بين الزوج والزوجه في حاله الخلاف بينهم، قائمه المنقولات، القايمه اللي احنا بنقول عليها. أيوه. القايمه دي بتبقى عامله مشكله كبيره جدا للزوج والزوجه في حاله الانفصال. الزوج يقول لك لا انا ليا حاجات انا جبتها، والزوجه واهلها يقول لك لا احنا لينا القايمه بتاعت بنتنا. بيحصل خلاف وبيوصل الصراع لاحتدام كبير جدا ومحاضر وحاجات يعني بنشوفها، بنقول اللي بيحصل ده صعب قوي. يعني قائمه المنقولات من حق الزوجه، ومتى يكون ليس لها حق في قائمه المنقولات؟ قائمة المنقولات هو عقد من عقود الأمانة، وبالتالي يحق أنها تطالب بقائمة المنقولات بغض النظر عن العلاقة الزوجية، هل هي ما زالت قائمة أو لا. يعني ممكن تطالب بالقائمة وهي لسه على ذمة زوجها أو بعد الطلاق، وما فيش أي ارتباط ما بين قائمة المنقولات الزوجية وما بين الحقوق التانية، يعني ما فيش ارتباط ما بين القائمة والخلع. يعني مش عشان هي في الخلع خلعت بتسقط حقوقها في الماليه، مفيش ملهاش علاقه، لكن قائمه المنقولات لا تسقط مع الخلع، خارجه خالص عن هذا النطاق تماما، من حقها اللي هي تاخدها وتطالب بيها وهي زوجه، سواء زوجه او عملت خلع او في حاله الخلع تاخدها. قائمه المنقولات بعيد عن اي حاجه، ملوش علاقه نهائي بالحقوق الخاصه بالزوجه، تطالب بيها في اي وقت. طب لو حضرتك بقى لو رجعنا للسؤال اللي جانا بتاع استاذ رمضان اللي هو تبديد لقائمة المنقولات، أيوة. في هذه الحالة الزوجة بتعمل ايه؟ هل ترفع دعوى تبديد؟ هو اللي انا فهمته ان هو واخد او بنته واخده حكم بتبديد، تبديد على زوجها، وهو مش عارف ينفذ، فبيتقدم بشكوى لمديرية الامن او وزارة الداخلية ان الحكم ده لم ينفذ، بس طبعا يراعي المواعيد، ان الحكم لو غيابي ما يكونش عدى عليه 3 سنين، لو حضوري ما يكونش عدى عليه 5 سنين. 5 سنين يتقدم بشكوى لمديرية الأمن أو وزارة الداخلية. يبقى في الحالة دي لازم يراعي مدة التقادم في هذه الحالة، 3 سنين العقوبة. من سقوط العقوبة من 3 سنين ل5 سنين. نعم.
تمام كده. طب لو رحنا وقلنا ان قائمة المنقولات بالزوج بددها، احنا كده الزوج بدد بقى قائمة المنقولات، بتعمل الزوجة زي ما انت حضرتك كده قلت محضر بتبديد المنقولات وبترفع دعوة. هو المحضر بيتحول للنيابة ويتحدد له جلسة وبيصدر حكم، بيصدر حكم فيه. إذن الزوج في هذه الحالة ملزم ب ليه لو حضر ان هو ممكن يطلب عرض المنقولات او قيمتها، قيمتها يا اما عرض المنقولات عرض قانوني والمحكمه في الحاله دي هي اللي بتحدد المكان والتوقيت لعرض المنقولات، او يعرض قيمتها. النهارده لو زوج وزوجه متجوزين بقالهم مده مثلا 10 15 سنه وقائمه المنقولات ضاعت، الزوجه بتتصرف ازاي في هذه الحاله؟ يعني تقول ايه وتعمل ايه؟ يعني قائمه المنقولات كانت عند والدها وضاعت، وده بيحصل. تتصرف ازاي؟ تعمل ايه في الحاله دي؟ تعمل محضر اثبات حاله انها فقدت قائمه المنقولات الزوجيه، وبتذكر في المحضر ده محتويات القائمه. ويا ريت لو في ممكن بيجي حد من الاسم يعاين الشقه اللي هي فيها، لو لو في امكانيه لكده، وتذكر يعني الشهود على ان قائمه المنقولات بتاعتها تتكون من 1 2 3 4، وتقدر ترفع بيها دعوه امام محكمه الاسره تطالب برد المنقولات. برد المنقولات. تمام. احنا برضو بنقول الحاجات اللي ممكن تصار مع الجمهور ومع المواطن، وبيبقى مش عارف يتصرف فيها ازاي. يعني اكيد في ناس كتيره جدا عندهم قائمه منقولات ضاعت منهم، مش عارفه تتصرف ازاي، ومش عارفه تاخد حق ولا بطل زي ما بيقول من الزوج، فبيبتدي اللي هي ممكن بنقول لهم يعملوا ايه في الحاله دي بالظبط. طب حضرتك بنروح لحته تانية، معلش الموضوع يعني ايه متشعب مننا، ولكن حضرتك اكيد بتدينا برضو بعض المعلومات المهمه جدا على اساس برضو الناس المشاهدين يتابعونا ويستفيدوا من الاجابات بتاعت حضرتك. النهارده قلنا الخلع وقلنا الطلاق وبينا انواع الخلع وانواع الطلاق. في حاجه مهمه جدا اثيرت في الايام الماضيه يعني، وانتشرت في الاعلام وانتشرت وتعمل عليها مسلسلات وانتشرت على السوشيال ميديا، وهي العلاقه بين الرجل والزوجه. كثير جدا من يعني المثقفين والعلماء الدين اتكلموا في هذا الموضوع. حقوق الزوج عندما يريد حق شرعي من الزوجه، وفي هذه الحالة امتنعت الزوجة عن ان هي تقوم بهذا الحق لأسباب تخصها، هي مش مرتاحة نفسيا، مش قادرة تقوم بهذا العمل، والزوج أصر على انه ياخد هذا الحق الشرعي. ماذا تفعل الزوجة في هذه الحالة وماذا يفعل الزوج؟ هو الموضوع ده لازم يكون طبعا يعني في توافق وتراضي تام بين الطرفين، يعني لانه حاجة يعني نفسية طبعا لازم، فلازم يكون في توافق بين الطرفين على هذا الأمر. يعني مش خاضع لأن هو يطرح أمام ساحة المحاكم أو بشكل علني. هو ابتدى يطرح على وسائل الإعلام مش في المحاكم بس. أيوة فندم. يعني ابتدت وسائل الإعلام تطرحه وبتتكلم فيه وبتقول فيه آراء، يعني وصل إن هو في تشريعات كمان ممكن تتكلم في هذا الحق، ان هل الزوج من حقه ان هو ياخذ حقه حتى لو الزوجه رافضه، ولا بيحصل تراضي بين الطرفين ويجب على الزوج ان هو يقدم لانفسه مثل ما قال القران الكريم؟ قال الله سبحانه وتعالى وقدموا لانفسكم. اذن هناك مقدمات لهذه العلاقه، ولكن بعض الازواج بيتعنت في هذا الحق. خلينا نتكلم اللي لينا ولا لينا، احنا رجال ولكن لا نبخس حق النساء. هناك بعض الازواج يتعنت في هذا الحق، وهناك يعني لما بنقرا بعض القصص ودي موجوده في حياتنا، هناك من يقيد زوجته حتى ياخذ هذا الحق. فازاي انا هقبل ان انا اخذ هذا الحق والزوجه رافضه اصلا؟ بالظبط. طبعا هو يعني هي الموضوع لازم يكون في توافق وتراضي بين الطرفين، لانه لو ما تمش بالطريقه دي هيكون ليه تداعيات نفسيه بين الزوجين بعد كده، بعد فتره بعد كده، لان ده حاجه يعني مش مقبوله تماما ان هي تتم عنفا او قهرا يعني او جبرا يعني عن الزوج. لكن مفيش اي تشريعات يعني حاليا تم تعديلها بخصوص الامر ده.
طيب حضرتك يعني احنا بنتكلم يعني معلش هو الموضوع مهم جدا فكنا لازم نتطرق اليه لانه مسار دلوقتي بحث ومسار جدل كبير جدا في العلاقه بين الرجل والمراه. احنا لما بنيجي نشوف اذا كان هذا حق من حقوق الزوج ولكن العلاقه الزوجيه هي حق للزوج وحق للزوجه. والله سبحانه وتعالى يعني اذا كان ده حق في الدين حق الزوج او حق الزوجه في الدين زي ما الزوج ليه حقوق الزوجه ليها حقوق. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه لا اكراه في الدين. اذا هنا بنشوف ان هو لا يجب ان تكره الزوجه على هذه العلاقه كمعيار نعم. لو احنا طبقنا نعم. دوت نعم. يبقى بنقول ان في هذه الحاله لا يجب اكراه الزوجه نعم. على هذا العمل. ولكن التعنت ده بيكون راجع لايه حضرتك؟ الخلاف بين الطرفين او مفيش توافق ما بينهم مفيش لغه حوار بين الزوج والزوجه. هل بيكون راجع لسبب في الاول خالص عدم الاختيار الموفق بين الزوج والزوجه؟ وبرضه يكون يعني ان الزوج نفسه او الزوجه ما عندهمش يعني رؤيه كامله لحقوق الطرف الثاني ما يعني ما كانش فيه اختيار صحيح ممكن برضه من احد الاطراف. حضرتك شايف السوشيال ميديا والنت والفيس وكل الحاجات دي كانت سبب في اظهار وزياد عدد حالات الطلاق والخلع؟ أيوة. بسبب اساءه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. اكيد زادت القضايا الخلع والطلاق والنفقه بسبب اساءه استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثه. حضرتك لما بيبقى معانا اولاد في الحياه الزوجيه بين الرجل والمراه وبيشوف الام والاب كل يوم في مشادات عنيفه بين الاثنين بتصل الى حد الضرب في بعض الاحيان ده بيأثر نفسيا على نفسيه الطفل ونشأته وطبعا وعلى مستوى الدراسي طبعا يا فندم طبعا بيدينا دلوقتي اولاد يعني بيطلع لنا جيل يعني عنده مشاكل نفسية ومعقد نفسيا صحيح عشان ما فيش توافق بين الأب والأم وبينعكس ده على سلوكه ممكن يكون عدواني بينعكس على المستوى الدراسي بتاعه يكون متدني ما فيش رقابة طبعا الأب والأم منشغلين بالخلافات اللي ما بينهم ما فيش رقابة للأولاد ما فيش رعاية ليهم ما فيش متابعة على المستوى الدراسي تمام برجع لحضرتك تاني وبنتكلم عن الحقوق بين الزوج والزوجة طبعا الزوج والزوجة حتى لو الحياة الزوجية يعني ما تمتش بينهم فبينهم بيكون بينهم أطفال ولازم يكون بعد الطلاق والانفصال يعني زي ما بنشوف أوروبا لو حصل بين الزوجين انفصال بيكون في تراضي بين الاتنين لأن بيني وبينك بيبقى في أطفال بين الزوج والزوجة بينهم أطفال أولاد وبنات يجب أن هم ينشأوا بين الأب والأم حتى لو كانوا نشأة صحيحة لما بتتعنت الزوجة في الرؤية ده شايف حضرتك وجهة قانونية لابد أن يكون هناك تشريع أن خلي الأولاد بدل ما الزوج يشوفهم في مثلا بيروح نادي أو ملجأ أو مركز رعاية أو وأنا عايز أقعد مع أولادي يعني أنا كزوج عايز أقعد مع أولادي مش عايز أقعد معاهم في مركز شباب ده بيبص لي وده بيبص لي أنا عايز أقعد معاهم في بيتي حتى لو أنا في بيت آخر حق الاستضافة أخده أقعد مع أولادي يوم أو اتنين أو تلاتة أو يقعدوا معايا أسبوع شايف حضرتك حقوق الرؤية يجب أن هي تبدل يعني يبقى في تشريع جديد ليها تشريع يا فندم ياريت تكلمني بقى عن الموضوع ده لأن حق الرؤية بيدي الأب الحق أن هو يشوف أولاده مرة أسبوعيا بحد أدنى 3 ساعات لكن الرعاية المشتركة بتستلزم ان هو يصطحب ابنه عشان يشوف حتى اعمامه يشوف جده يقعد معاه يعلمه حاجة الوقت ده ما بيبقاش كافي ان هو يعلمه او يتابعه او يعرف هو وصل لفين في الدراسة فالامر يستلزم تعديل تشريعي عشان حق الاستضافة ان هو يسمح له ان هو يصطحب ابنه يوم الخميس ويرجعوا مثلا يوم الجمعة لوالدته وفقا لضوابط معينة عشان تمنع أي مشاكل ممكن تحصل في تنفيذ هذا الأمر تمام
احنا برضو مع حضرتك احنا بنوجه رسالة للسادة المشاهدين معنا، اي حد عنده يا جماعة اي سؤال يتصل بينا برنامجنا مستشارك القانوني، واحنا معنا سيادة المستشار ياسر جمال امين هيجاوبك ان شاء الله على اي سؤال او هيجاوبك على اي سؤال. اللي شايفيننا دلوقتي يحاولوا يتواصلوا معنا لو في اي اسئلة. طب برجع لحضرتك، هناخد استاذة منى من الجيزة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، اتفضلي يا فندم. كفالة 1000 جنيه كفالة. طب معلش عيدي عيدي سؤالك تاني، وقفي في حتة فيها شبكة بس يا فندم. الوقت مش سامعك برضه. طب شكرا لاتصالك، حاولي تتصلي بينا، حاولي تتصلي بينا تاني يا استاذة منى، حاولي تتصلي بينا تاني. بنرجع لحضرتك تاني وبنقول اتكلمنا عن حقوق الزوج والزوجة والنفقة والطلاق، وعرفنا ان المشاكل اللي بتبقى بين الزوج والزوجة، واتكلمنا عن حقوق الزوج. طيب النهاردة الزوجة وصلت لمرحلة ان هي ابتدت ترفع قضية طلاق للضرر، الزوج بيعتدي عليها او بيضربها او ايا كان، وصلت ان هي الزوج راح قال لا انا الطلاق للضرر انا متفق معاها، مش هصرف عليها، مش هديها نفقة طول ما هي بتشتغل. الحتة دي مهمة جدا، حتة ان الناس الزوج طالما لقى الزوجة بتشتغل بيقول لا دي اشتغلت ومش هديها نفقة. هنجاوبني عليها بعد استاذ ريهام. ماشي استاذ ريهام اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش كنت عايزة اسأل حضرتك في حاجة حضرتك قلتها. اتفضلي يا فندم. موضوع ان المنقولات الزوج ياخدها وما اقدرش اخدها منه. طب انا زوجي اخد مني منقولاتي وعدى على الموضوع ده سنتين، فهل هقدر ان انا اخدهم دلوقتي لو رفعت او عملت اي اجراء استاذ المخني قال عليه؟ وحضرتك في العلاقه ما خلاص في طلاق بينكم ولا؟ العلاقه انتهت، قالها سنتين دلوقتي. سنتين منفصلين. حاضر هنجاوب حضرتك فين؟ هنجاوب استاذ ريهام. حاضر يا فندم. بتقول حضرتك مدام ريهام بتقول العلاقه انتهت، في طلاق بين الزوجين لمده سنتين ومش عارفه تاخد المنقولات الزوجيه. هي ليها ان هي تطالب طبعا لان دي جنحه، ويحق ليها ان هي اقامه جنحه سواء جنحه مباشره او غير مباشره بشرط ده الاجراء اللي هتعمله ان هي ترفع عدم دعوه مرور 3 سنين على تاريخ حصول الوقعه. يعني ما عداش عليها 3 سنين بس ممكن طبعاً ان هي يعني ترفع دعوه. هو ممكن الزوج دلوقتي يكون في دفع في المحكمه ان في تراخي في الابلاغ. يعني اتاخرت شويه من تاريخ علمها بالوقعه. بس لا هي قدامها 3 سنين من تاريخ حدوث الوقعه تقدر تقيم الجنحه مباشره او جنحه غير مباشره. طب مدام ريهام قدامك لسه فرصه، يعني سنتين لو ما عداش 3 سنين ممكن ترفعي دعوه تبديد منقولات ان شاء الله. شكرا لحضرتك. الزوجه العامله بتبقى مشكله كبيره جدا لما الزوجه بتكون بتشتغل والزوج يتعنت في النفقه عليها، بيقول لها انت بتشتغلي ونظير ما انت بتشتغلي مالكيش عندي نفقه. في بعض الناس بيحصل كده بيقول لك اللي بتشتغل وبتاخد مرتب. طب امتى الزوجه تكون بتشتغل وتحصل على النفقه برضو من الزوج؟ لان هي من حقها ان هي تاخد نفقه بغض النظر ان هي اشتغلت، لان الاسلام ادى للزوجه او للمراه ذمه ماليه خاصه بها. نعم. فالنفقه بتاعه الزوجه لا تسقط لكونها تعمل، لانها تعمل. فمن حقها برضو تطالب بنفقه زوجيه بغض النظر ان هي بتعمل او لا تعمل. يعني النهارده لو الزوجه اشترطت في عقد الزواج ان هي لو بتعمل او الزوجه بتعمل لا يسقط حقها في النفقه، هو يجوز هذا الشرط في دعوى الزواج؟ ما فيش مشكله ان هي لا تسقط نفقتها على اساس ان هي بتعمل، يعني لان هي مش بتشترط او بتحط شرط مخالف للشرع والقانون. فيجوز ان هي تضيف هذا الشرط، زي مثلا انها تحط شرط ان هو ما يرفضش ان هي تسافر للخارج للعمل.
او للدراسه. طالما شرط غير مخالف يعني للشرع والقانون. ما لا تسقط النفقه هنا. نعم. ماشي. طب هناخد منى من الجيزه. مدام منى اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فندم انا صدرت احكام المحكمه. صدرت احكام. صدر لك احكام ماشي. وكفالة بتجمد النفقة. لا كفالة. صدر لك أحكام؟ كفالة وقف من النفقة بتاعت مهرين حبس. الأحكام حتى الآن. طيب عموما أنا يعني فهمت عدم تنفيذ الأحكام. أنا فهمت أنت عاوزة إيه. هي كل مشكلتها في تنفيذ الأحكام إن هي لم تنفذ حتى الآن هذه الأحكام. زي المشكلة بتاعت أستاذ رمضان. أيوة. بالنسبة لو في حالة صدور حكم بحبس الزوج في جنح التبديد منقولات زوجية تتقدم لمديرية الأمن أو وزارة الداخلية لتنفيذ هذا الحكم. ده بالنسبة لجنحة. هي المشكلة حضرتك بنلاحظ أن في ناس كتير جدا معها أحكام ومش عارفة تنفذ. غير مفعلة. يعني أنا معي حكم ومش عارف أنفذ. تقول لك معايا حكم بمتجمد نفقة. نعم. ومش عارفة أوصل لشغله. الإشكالية اللي احنا مش عارفة أوصل فيها. لعنوانه. دي الإشكالية اللي احنا اتكلمنا فيها إن الأحكام الصادرة بالحبس من محاكم الأسرة لا تعامل معاملة الأحكام الجنائية. بحيث إن هو يتأيد في إدارة تنفيذ الأحكام ويبقى زي الحكم الجنائي بالضبط. ده مش حاصل فعليا ويستلزم في تعديل تشريعي في الموضوع ده. ده لو حصل هيفرق كتير جدا وهيخلي الاحكام تبقى كتير. انا النهارده ارهقتك باسئلتي. لا يا فندم انا تحت امرك. وكانت اسئله يعني كانت اجابات حضرتك طبعا شافيه للاسئله اللي احنا قلناها وجاوبنا على حاجات كتيره جدا بالنسبه للطلاق والخلع ونفقه المتعه ونفقه العده والحضانه. انا بشكرك سياده المستشار ياسر جمال امين المحامي بالنقد والدستوريه والاداريه العليا. وعلى امل وعد تكون معانا ان شاء الله في حلقات اخرى. اعزائي المشاهدين مشاهدي قناه الصحه والجمال ومشاهدي برنامج مستشارك القانوني، يا رب الحلقه تكون عجبتكم، يا رب تكون اسئلتنا كانت بلسانكم النهارده والاجابات كانت مقنعه ليكم ان شاء الله، يا رب يهدي كل الامور بين كل الاسر المصريه بين الزوج والزوجه، وان شاء الله نشوف مجتمعنا مجتمع كبير وناضج وواعي، يا رب احفظ مصر واهلها. كل عام وحضراتكم بخير. على أمل وعد أن يتجدد اللقاء معكم في حلقات أخرى من برنامج مستشار قانوني. كان معكم هاني الفرماوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.